يقول السائل: حصل لي حادث سير، والذي صدمني سيارته مؤمنة، واشترطت عليه إصلاح سيارتي، وأنا أعلم أنه سيصلحها لي من مال التأمين، فما الحكم في ذلك؟ هذا في ذمته هو، والمهم أنه يصلح سيارك بسبب عدوانه عليك وإتلاف سيارك وإضرار سيارك، هو يصلحها، وأما المال الذي يدفعه هذا في ذمته هو.